للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا محمد فراس. محمد، أطلعنا عن الأوضاع لديك وكيف هو انتشار القوات الأمنية داخل المنطقة الخضراء في بغداد بالتزامن مع تظاهرات التيار الصدري؟ نعم، نبدأ من حيث سؤالك، فوردتنا من مصادر أن هنالك 40,000 منتسب داخل المنطقة الخضراء يحمون المؤسسات الحكومية ومحيطين أيضا بالمؤسسات الحكومية. أنا هنا منذ الصباح، المتظاهرون منذ يوم أمس كانوا هنا في ساحة التحرير خلفي مباشرة، زميل المصور أدر الكاميرا إلى جهة ساحة التحرير، حيث الحاجز الأول من الصبات الكونكريتية أسقطت منذ الصباح. هذا الحاجز الأول كما ترونه أمامكم أسقطه المتظاهرون وتوجهوا صوب الحاجز الثاني الذي هو الآن خلفي مباشرة كما تشاهدون. الحاجز الثاني أول الموضوع على جسر الجمهورية، أنا الآن تحديدا فوق جسر الجمهورية بمقربة من المتظاهرين ومن الحاجز الثاني أيضا. عدد كبير من المتظاهرين تسلق الحاجز قبل إسقاطه وتوجهوا إلى الجانب الآخر، إلى مقربة من وزارة التخطيط، حيث واحد أو البوابة الأولى كما يطلق عليها في السجلات الأمنية. المتظاهرون إلى الآن يتحشدون إلى ساحة التحرير وإلى جسر الجمهورية. هنالك أيضا يعني عجلات إسعاف متوفرة هنا في ساحة التحرير، أكثر من عجلة إسعاف أمامي أراها مباشرة، أيضا مركبات إطفاء أيضا هنا في ساحة التحرير وأسفل جسر الجمهورية. نعم محمد، كيف تتعامل القوات الأمنية مع المتظاهرين؟ هل هناك إصابات؟ هل هناك سوء في التعامل؟ نعم، الحجز الأول والثاني هناك قوات أمنية متواجدة، لكن في الحاجزين الأول والثاني لا يوجد احتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية، فقط في مقربة بوابات المنطقة الخضراء حدث هنالك احتكاك بين المتظاهرين الذين يحاولون الدخول إلى المنطقة الخضراء، إلى الأفرع الداخلية، إلى مجلس النواب والقوات الأمنية. لكن هنا في جسر الجمهورية في الحاجز الأول والثاني والثالث لا توجد هنالك احتكاكات، فقط في مقربة من بوابة الخضراء الأولى أو وزارة التخطيط. نعم محمد، كم هو أعداد المتظاهرين المتوافدين إلى المنطقة الخضراء؟ وهل هناك انسحابات من هؤلاء المتظاهرين؟ نعم، بالعكس، على العكس تماما، هنالك يعني أرى بعيني توافد، لكن ليس كما هو في الصباح. نعم، ليس كما هو في الصباح الباكر. المتظاهرين عشرات الآلاف هنا ويعني على جسر الجمهورية، ومنهم من دخل تجاوز الحاجز الثاني والثالث ووصل إلى بوابة أو البوابة الأولى قرب وزارة التخطيط، لكن كإحصاء رسمي ودقيق لا يمكن إحصاء العدد يعني المتواجد هنا في ساحة التحرير وجسر الجمهورية. نعم، إذن محمد فراس كنت معنا من المنطقة الخضراء، سنكون معك في نشرتنا القادمة لمتابعة مجريات الأحداث، شكرا جزيلا لك.